السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد معكم شهيوات بنت أم جاب. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة اللي سهلة وكيبغيوها جميع المغاربة. طلبوا مني بعض الأخوات أنني ننزلها عندي في القناة، وما بغيتش نقول لهم لا، بغيت نوريهم الوصفة ديالي اللي كندير. هي أنها السرديل غيجي مشوي بحال في الشواية، ولكن هو في الفرن. هنا كما كتشوفوا عندنا كيلو ونص ديال السردين، انا ما غنديروش كله، غندير منه بعض قليل منه. خديت لاطه كما كتشوفوا، لاطه في الالومنيوم كما كتشوفوا. غادي نحط الحوض ديالي بحال هكا، يعني انا استعملته هنايا بقشورو كي كتشوفوا، قشورو بالراس ديالو وكل شيء. كاين بعض السيدات كينقيوه، هو السردين الا بغيتيه يجيك بحال شويه ديال الزنقه، من الاحسن بلا ما يتنقى بلا والو، كيجي بحال طريقه الشوايه ديال الزنقه. هنا كما كتشوفوا انا غنستعمل شويه الزعتر وشويه الملحه. وغادي نلوح عليه الملحه هكا كي كتشوفوا، وشويه الزعتر. انا كتعجبني النكهه ديال الزعتر، انا عفوا ندير زعيطره ماشي الزعتر. كما قلت السردين يستحسن الا بغينا نديروه شوايه في الفرن يبقى بالزبل ديالو، يعني بكل شيء ديالو. هاد الطريقه لازلت اليوم البابي الومنيوم باش دغيا غادي يطيب ليا، ونقول البخار ديالو يرجع فيه نيت. علاش درت انا الزعتر؟ باش ملي ندير طاب ليا في الفران السردين ديالي تبقى ديك الريحه ديال الزعتر، ما تبقاش الريحه ديال السردين، لان كنعرفوا السردين كيعطي واحد الريحه مجهده شويه. انا هنا علاش حاولت ندير الزعتر باش تعطي، الا جاي طيب تعطيني ديك الرائحه ديال الزعتر، ما تعطينيش ديك الرائحه ديال السردين. ونتلاقاو ان شاء الله ملي غادي يطيب ليا السردين ديالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي كتشوفوا بعد ما طاب ليا السردين ديالي اللي جا رائع واكثر من رائع، وانا رافقتهم مع شويه سلطه، يعني شويه الباربا، شويه البطاطا مسلوقه، شويه خيزو مسلوق، شويه لي بات كي كتشوفوا مسلوقه، مع شويه الطونو والمايونيز. نتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم لانها كتجي رائعه واكثر من رائعه، وتبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم. وما تنساوش ديروا لي لايك وتابونيو لاشين ديالي باش وتضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. وبصحتكم وراحتكم، وكنتمنى تجربوا الوصفه راه ما غاديش تندموا، لانها الصراحه رائعه واكثر من رائعه، يعني بلا ما نحتاجوا نديروه في الشوايه مثلا، كنديروها الطريقه اللي درت وكنديروه في الفران كيجي تماما بحال الشوايه اللي كناكلو فوق الفحم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.